السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. قبل البداية أترككم مع هذه العناوين. دنيا بطمة تبارك زواج أمل صقر وتوجه رسالة إلى طليقة مسلم. وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة تهنئة للممثلة أمل صقر ومغني الراب الرابور مسلم بمناسبة زواجهما. وفي تصريح دنيا بطمة لأحد المواقع الإلكترونية في هذا الصدد علقت قائلة: أي علاقة كانت في الحلال، الله يكمل بالخير، أنا منزيدهم غير الخير، أمبروك عليهم والله يكمل عليهم بالخير، والبيوت أسرار. وأضافت الفنانة دنيا بطمة موجهة كلامها إلى طليقة الرابور مسلم قائلة: زوجة مسلم سابقا، الله يكمل لها بالخير حتى هي وتجمع وليداتها، ونتمنى ما تبقاش تسمع كلام الناس بزاف، هو اختار حياته حتى هي تختار حياتها، والله يكمل لهم كاملين بالخير. وفي سياق آخر، الفنانة المغربية دنيا بطمة تستعد إلى عرض أغنية خليجية من الطرب الجميل تحت عنوان قنبلة. حزن ببيت زينة الدودية، نجمة الشعب تفقد شقيقتها. توفيت اليوم الثلاثاء شقيقة الفنانة زينة الدودية بالدار البيضاء وفق مصادر مقربة من نجمة الشعبية والراية المغربية. ونعى العديد من الزملاء الصحفيين الفقيدة عبر تدوينات لهم في الفيسبوك، بالإضافة إلى فنانين وأصدقاء مقربين من الفنانة زينة الدودية. النجم الهندي شاروخ خان يشعل السوشيال ميديا بهذا الفيديو. أشعل نجم بوليود شاروخ خان السوشيال ميديا من خلال لفتة طريفة وجميلة قام بها تجاه زوجته النجمة جوري خان بعدما انتشر مقطع فيديو وهو يسير خلفها ممسكا ذيل فستانها الطويل. وكشف مقطع الفيديو لشاروخ خان وزوجته عن مدى حبه لها واهتمامه بها كزوجة لها أمام الإعلام، علما أن العلاقة الزوجية بين شاروخ خان وجوري تعد من أنجح العلاقات في الوسط الفني الهندي. كما أن شاروخ خان بدا بالفعل ملك القلوب، وبدت رومانسيته على الشاشة لا تأتي من فراغ، بينما يوجد أصل حقيقي لها في أرض الواقع، حيث يحكم النجم قلوب عشاقه منذ ما يقارب العقدين ويستمر في فعل هذا حتى الآن، محققا قاعدة جماهيرية كبيرة في بوليود والعالم أجمع. كما يعرف الممثل الهندي أيضا بأنه رجل عائلة كامل، ويحتفظ دائما بأحبائه في قائمة أولوياته. ومن المعروف أن شاروخ خان وزوجته جوري خان هما من أكثر الأزواج شهرة في بوليود. وتروي صحيفة بينك فيلا تفاصيل الحدث، حيث تقول إحدى الصحفيات أن شاروخ خان بدا برفقة زوجته جوري خان أنيقا كعادته في حلة سوداء، وبدت جوري من ناحية أخرى مذهلة في ثوب أسود مع ذيل طويل. ولكن ما لفت انتباهنا هو اللحظة التي حمل فيها شاروخ خان ذيل فستانها وهي تسير. يشار إلى أن النجم الهندي شاروخ خان تزوج بزوجته جوري خان في عام 1991، وهما والدان لثلاثة أطفال هما أريان وسهانا وأبرام خان. على الصعيد المهني، شهد شاروخ خان آخر مرة في فيلم زيرو الذي تم إصداره العام الماضي إلى جانب أنوشكا شارما وكاترينا كيف. ونحن الآن ننتظر بفارغ الصبر أن يعلن الملك خان عن مشروعه القادم قريبا، حيث اجتمع بالمخرج أشيك أبو من أجل فيلمه القادم من دون ذكر تفاصيله. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونقول لكم دائما شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.